لما تبغى تبول تمسك الحيطة برجلك كده. ليش؟ لما تبغى تموت تبول تبول. أوه. يلا يلا لقاء تلفزيوني. شو اسمه؟ عشان يمسك هسه. لا عشان جدهم والصام، لانه لما كان يبول طاحت عليه حيطة. لا انا قبل شوي قبل شوي. يلا يلا يقول لك في واحدة سألها واحد يقول لها ليش انت تزوجتي ثلاثة ولسه عدرة لسه ما فتحتي؟ قالت الاول لبناني يحب التجليخ، والثاني كويتي يحب من ورا، والثالث سعودي لما شاف كسي احمر انهار. ليش؟ حسب خسر في الاسهم.